السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نكمل جولتنا مع مجموعة قلاوون في شارع المعز بقسمه الثاني بمدرسة ومسجد وضريح الناصر سيف الدين قلاوون. نحن هلا بغرفة الضريح اللي هي كتير بسيطة جدا، على عكس المنصور قلاوون. نحن هلا بمحراب الرئيسي للمدرسة والمنبر، مثل ما نحن شايفين كتير رائع وفخم، وفي بعض القناديل اللي كانت تضاء لطلبة العلم، خاصة انه كانت هي المدرسة مركزية في عهد المماليك فيما بعد. يعني بعض القناديل من النحاس الاصلي اللي هي من عهد المماليك نفسه، من عهد البناء، لا تقدر بثمن وروعة تصميمها كتير رائعة. هلأ الناصر قلاوون نحن ما حنقدر نكفيه حقه أبدا، يكفي أن نقول معلومات بسيطة، لأن نحن إن شاء الله حنعمل تاريخ مصر الإسلامي من الفتح الإسلامي لوقتنا الحالي، لعامله على سلسلة أجزاء، ولما أذكر المماليك إن شاء الله حكون إلى قسم كبير، كون حكموا تقريبا 250 سنة، قرنين ونص من الزمن. الناصر قلاوون يسمى أبو المعالي وأبو الفتوح، تاسع السلاطين، ينتمي إلى عائلة المماليك البحرية، هو أقوى سلطان فيهم بعد المنصور والده، مثل ما أنه حكموا تقريبا 110 أعوام. استطاع توحيد الجبهة الداخلية بعد استلام فترة حكمه الثالثة، اعتلى العرش فقط عمره 8 سنين، لكن فيما بعد اتعرض لمحاولات نفيه، لحتى استطاع القائد كتبغى نفيه لأول مرة لحسن الكرك، وهو استلم بداله. بعد سنتين قتل قائد كتبغى ورجعوا حكم الناصر قلاوون، وبعد سنتين برضو حسام الدين لاجين أحد الأمراء نفى بإرادته للكرك، لأنه كان الأمراء ما حيرضوا أبدا أنه يسلموا الحكم وهو بسن صغيرة. بعد ما بقى عمره 25 عام رجع واستلم الحكم بأوائل القرن الرابع عشر، اللي هو عام 1303 بالضبط، واستمر حكمه لعام 1341، قرابة 37 أو 38 سنة عرف فيها بقى قمة الازدهار المملوكي. كان له نضال ضد الصليبيين رحمه الله، على عكس والده. طبعا مثل ما نحن شايفين، إن شاء الله تكون الجولة عجبتكم، ونلتقي إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.